بنقابل كتير حالات أطفال بيرجعوا بشكل مستمر، سواء كأمهات أو حتى كطاقم طبي في المستشفيات أو الصيدليات، وكلنا بنخاف يدخل الطفل في حالة جفاف، بس الأخطر هو التصرف الخاطئ في الموقف. خلينا نتعرف ليه ما ينفعش ندي حقن البريمبران للأطفال، وخاصة الأقل من 10 سنوات، وإيه هو التصرف الأمثل في موقف زي ده. في أي حالة ترجيع للأطفال ممنوع ألجأ لحقن البريمبران تماما. حقنة البريمبران بتحتوي على الميتوكلوبراميد، وهي مادة فعالة بتشتغل في منطقة في المخ بتسمى بالسي تي زد، بتوقف شغل الدوبامين ريسبتور، فهيوقف الترجيع كشغل أساسي، ولكن على الجانب الآخر كعرض جانبي بسبب زيادة مادة الأستايل كولين هيظهر على الطفل بعض التشنجات. هنلاحظ على الطفل جحوظ مع رفرفة في العينين، اهتزاز في العضلات، وصعوبة في التنفس، وفعليا ممكن تصل حالة الطفل لا قدر الله للشلل أو حتى للوفاة. ومن خلال مواقفنا العملية في المستشفى ممكن كمان الشباب أو كبار السن يتعرضوا لنفس الموقف لو الجرعة بس زادت شوية، أو مع الحالات اللي بتاخد أصلاً أدوية معينة. وحدة الموقف بتختلف من شخص لشخص حسب حالته المرضية. وهنشوف دلوقتي فيديو لهذه الأعراض اللي بتسمى في المجال الطبي بإكسترا بيراميدال سيمتومز، وده اضطراب حركي أو حركات تشنجية مبيقدرش الشخص يسيطر عليها. دلوقتي هنتعرف ايه هو بديل البريمبران، وفي الحالات الطارئه ازاي هنتصرف. هنلجا للحقن كحل امثل، ولكن انواع بجرعات معينه على حسب العمر. حقن سوفاترون او زوفران او دانسيت 4 ملي جرام، اللي بيحتوي على نفس الماده الفعاله اوندانسيترون، بتشتغل على السيروتونين ريسبتور متجنبين تماما مشكله التشنجات. الحقن دي بتتاخد مرتين في اليوم من سن 6 شهور لحد سن سنه، بياخدوا نص سنتي، ومن سنة لسنتين بياخدوا سنتي، من سنتين لأربع سنين بياخدوا سنتي ونص، أما بالنسبة للأطفال من عمر 4 سنين لحد عمر 10 سنين بياخدوا 2 سنتي. أما بالنسبة للأطفال أقل من 6 شهور، وجدوا أن الآمن ليهم والأفضل هم حقنتين، إما حقنة الكورتيجين أو الكورتيبلكس. شكرا لحسن استماعكم، واتمنى الفيديو يكون عجبكم.